حضرتك على المسرح هتقف في الكالوس هنا. فين؟ الفتحه اللي هناك دي الكالوس ده. أيوة. هتقف لحد مدير خشب مسرح يقول لك اتفضل، هتخش تقول لقد وقعنا في فخ. اتفضل. يلا يا اساتذه كله في مكانه. لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم، بل لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. هدي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ، دي دخلتك. ازيك يا سيد العظيم؟ طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد فقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشحم. لقد تلسوعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. فجعنا في الحش في المح. قد وقعنا في الفخ. وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. ايوه حسن،